أهلا بكم من جديد. مواجهة المستقبل، عالم أكثر حرارة وجفافا وأمطار، هذا هو شعار اليوم العالمي للرصد الجوي الذي يصادف 23 من شهر مارس كل عام. تعقد منظمة الأرصدة الجوية العالمية في هذا اليوم مؤتمرا في جنيف يهدف إلى توفير البيئة المناسبة للمعيشة الكريمة كتوفر المياه والأمانة الغذائية. ووفق المنظمة، فإن درجات الحرارة المرتفعة أثرت سلبا على المحتوى الحراري للمياه المحيطة، حيث لوحظ ارتفاع في محتوى حرارة مياه المحيط بنسبة 700 متر ل2000 متر، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في التاريخ. المنظمة سجلت أعلى نسبة ذوبان للجليد في 25 من شباط فبراير العام الماضي، وتوقعت أن ترتفع أكثر في العام الجاري. وسجل في باكستان أعلى درجة حرارة ضمن القارة الآسيوية بلغت 49 درجة مئوية، وأطلقت المنظمة حينها بأن درجة الحرارة مدمرة إنسانيا، حيث توفي 2000 شخص. بالنسبة لمعدل هطول الأمطار، فإن ارتفاع درجة الحرارة من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في التبخر وإلى أمطار أثقل. وبحسب إحصاءات عام 2010، فقد أودت الفيضانات في باكستان بحياة 2000 شخص، في حين وصل عدد الوفيات والمفقودين في الجارة الهندية في حزيران يونيو عام 2013 إلى 5800 شخص. أما في المغرب في مدينة مراكش، ارتفعت نسبة هطول الأمطار 13 ضعفا عن المنسوب الطبيعي، حيث سجلت نسبة 43 ملم في الساعة الواحدة فقط. وختاما بمعدلات الجفاف، فإن ارتفاع درجات الحرارة يعني المزيد من الإجهاد المائي، حيث أشار بنك المياه العالمي بأن ما يقارب المليار شخص الذين يعيشون في الأحواض الموسمية و500 ألف شخص في مناطق الدلتا هم الأكثر تضررا من الجفاف.